اهلا بكم من جديد. صباح الخير لكل المشاهدين، لكل المشاهدات اللي عم بيتابعونا هذا الصباح. محظوظه انا اليوم انه في عندنا فقرات كثير لها علاقه بالفن. اليوم معنا فقره لها علاقه بالموسيقى، فقره لها علاقه بالفن التشكيلي، وفقرتنا الحاليه لها علاقه بالشعر. اليوم سنتحدث عن الشعر ونستضيف واياكم شاعر جميل له العديد من الدواوين التي صدرت، وهو بصدد الاعداد لاخر قادم ان شاء الله على الطريق. على كل حال بنرحب واياكم بالشاعر المهندس سمير القضاء. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الورد وصباح النور وصباح الفل لكل الاردنيين وكل العرب. اهلا فيك. الذين يسمعون هذه القناه الفضائيه الاردنيه الحبيبه. اهلا فيك مهندس سمير. يعني لما بنحكي شعر الحاله العامه تحبط الشعراء حقيقة. يعني أنا بحس أنه كثير من الشعراء عندهم حالة من التراجع، لأنه الحالة العامة ليست حالة تقبل شعر. أنت شايف العنف اللي إحنا فيه والتطرف والمشاكل الذهنية حتى اللي الموجودة في المجتمع. كيف يحافظ الشاعر بوقتنا الحالي على شعره وعلى عشقه للشعر والفن؟ يعني هو الحالة الثقافية تعاني من أزمة في أي مناطق تشهد نزاعات أو تشهد مشاكل اقتصادية. صحيح. الشعوب التي تعيش بحالة أكثر من الاستقرار والرخاء تعلي أكثر من شأن الفنون جميعها، ومن ضمنها الآداب وأصنافها كالشعر وككل أنواع الكتابة، ربما حتى على مستوى العالم في تقدم ربما للرواية على حساب الشعر. ويعني كنا نقرأ لماركيز و حتى الروائيين العرب. مظبوط. وباولو كويو. مزبوط. يعني والمرحومين يعني نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف والى اخره. ربما ان هذه ربما الاحزان الموجوده في محيطنا العربي احيانا تدفع الناس بعيدا، وقد تجعلهم يقتربون اكثر. لان الفنون هي التي تحيد الأحزان، وقد تكون فرصة للإنسان، للنازح، للاجئ، يعني وأنا تحديدا أتحدث هنا ربما عن الجوار العربي، فلسطين المغتصبة وعن سوريا والعراق الحبيبتان. يعني الشعر قد يكون نافذة لنسيان الشعر والفنون، لتطبيب جراح القلب. نعم، لتطبيب وتضميد هذه الجراحات. صحيح. مع أنه أنت عم تذكر الرواية، مع أنه إحنا بالوطن أو كعرب يعني حتى تاريخ العرب كانوا كثير مقبلين على الشعر. التاريخ الشعر القديم أو الشعر الحديث كثير كانوا يحبوا الشعر. العرب هم أكثر الناس احتفاء بالشعر. بالضبط. وهذا معروف، والدليل بأنهم ما قبل الإسلام البيت العتيق، البيت المقدس لهم، اللي هي كانت نفس الكعبة يعني. صحيح. بشكلها القديم كانوا علقوا القصائد السبعة أو العشرة الشهيرة، قفا نبكي وإلى آخره، علقوها على جدران بيتهم المقدس. نعم. ففي احتفاء. طبعا هو كان أعلى احتفاء. ومحمود درويش رحمه الله يقول: ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يقوله. فهو يعني. نعم. في قصيدة اسمها قافية من أجل المعلقات. نعم. يعني إن شاء الله بيضل هذا الاحتفاء بالرغم من كل ما يشتتنا عن الجمال والشعر. بتمنى يضل هذا الاحتفاء موجود بالقصيدة وبالكلمة الجميلة. إن شاء الله الجميلة. لابد. هو المخرج لكل الشعوب التي تعاني والتي تحاول اللحاق بركب الأمم المتقدمة. هي إعلاء مكانة الفنون والآداب والثقافة. يعني عصر النهضة في أوروبا سبق عصر التكنولوجيا وعصر الصناعة. صح. في إيطاليا وفي فرنسا وغيرها. وكان عصر فنون ونحت وشعر ورواية وكتابة. أعتقد هم اللي مهدوا أصلا لكل هاي الثورات. طبعًا. الاصطناعية والتكنولوجية. بالتأكيد. هم الفنانين وهم الشعراء. بالتأكيد. وهم الروائيين، هم اللي قادوا هاي الثورة باتجاه التقدم. عشان هيك إحنا دائما بنقول يا ريت دائما في اهتمام أكبر بموضوع الشعر والفن هي المخرج. هي المخرج بالتأكيد. والشاعر مش منفصل عن مأساة منطقته. عشان هيك بجوز رح نبلش بقصيدة كتبتها من وجع الكرك الذي أصاب قبل فترة. نعم. من الزمن. نعم. هو ما جرى في الكرك يعني له جانبان. الجانب السلبي هو ما حدث كحالة مادية، ما جرى للأجهزة الأمنية وما جرى من ضحايا وشهداء عليهم
رحمة الله وندعو لأهلهم بالسلوى. يا رب. والجانب الإيجابي أنها يعني بيّنت كم نحن متحدون في هذا الهم، كل الشعب الأردني كان متحدا بلا استثناء في مواجهة هذه الهجمة الظلامية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. وإحنا يعني لا نريد الشرح، يعني إحنا لا نريد أن نذهب إلى السياسة كثيرا، ولكننا رأينا ونرى ما يعانيه كل الأشقاء حولنا من هذا الهم تحديدا طبعا. فنحن كلنا سد منيع مع الدولة الأردنية ومع أجهزتنا الأمنية في التصدي لكل هؤلاء الذين يحاولون أن يعبثوا بحياتنا وسلمنا واستقرارنا أو يغيروا حتى طبيعتنا المقبلة على الحياة. إحنا ثقافتنا ثقافة حياة، ورح نحكي عن هذا الموضوع. والشعر سلاح، ونريد أن نسمع سلاح الشاعر سمير القضاف في مواجهة الإرهاب. الحقيقة أنا القصيدة الأولى هي للشهداء. أنا ابن شقيق شهيد، عمي الشهيد سمير القضاف هو شهيد الجيش العربي الأردني الذي استشهد في عام 1967 في حرب 67، وهو مدفون في اليامون في منطقة جنين في فلسطين الحبيبة، رحمه الله. وكنت أنا أول الذكور المولودين في هذه العائلة، فكان لي شرف حمل اسم عمي الشهيد. هذه القصيدة هي إلى كل الشهداء، ولو أن البطل الذي ألهمني في كتابة هذه القصيدة كان الشهيد البطل سائد المعايطة، وإلى كل شهداء الأجهزة الأمنية الأردنية الأبطال كتبت هذه القصيدة، اسمها مثل وجه الكرك. حملت على كتفيك الكرك كما يحمل الطفل كيسا من الخبز عن أمه، ومددت يدك إلى طلقات الرجولة، أنت الكلام الذي يتنزل من غيمة الحب، أنت الهواء النقي، وأنت العلي، وأنت أمير الدرك. قضى من قضى ومضى للخرافة في نصه من هلك، ويكفيك أن التراب الحنون أبى أن يكفنهم، وأتاك الحرير إليك لكي يحضنك. المدى ينثر الورد في طرق الأردنيين باسمك يا درجا للسماء، كل شعر سيهجره الشعراء إذا لم يسميك محبوبة للغناء، كل طب سيقفل مشفاه بعدك، فالأردنيون قد جعلوك الدواء سائدا مثل وجه الحقيقة أو ماردا عن خفافيش تلك الطريقة، ملتحفا بالعلم. كم تمنيت أن أتعمد بالدم يا سيد الدم، وكم تمنيت أن أتعمد بالدم يا سيد الدم، وكم سيعيث ذئاب العدم في دروب المدينة، أو ذكريات السفينة، أو لحظات الندم. إنه الأردن الحب والقمح والحب، والسفر المتراوح بين الرصاص وبين الألم. ألم يأني للجهل أن يتبخر من جاهلينا، ألم مثل وجه الكرك كان يلمع ذاك الشعار المهيب على كتفيك، وكانت ترد لك الدين أمك زغرودة تتحدى رمال الصعاليك، واحتضن الراية الأردنية كل نشام الدرك. الله الله الله، يعني جميلة وقديه ملهمة، وقديه أعتقد فعلا كلنا ياريت منقدر نعبر زي الشعراء، كلنا تأثرنا وتوجعنا لما حدث، أنتم فقط تستطيعون أن تكتبون عما في قلوبنا. أستاذ سمير، كيف ممكن أنه الآن وإحنا كنا عم نحكي عن إعادة القلق للشعر، بتلاقي أنه المنصات التواصل الاجتماعي عم تخلي الأجيال تقبل على قراءة الشعر؟ يعني أنت عم تقولي مثلا صفحتك الشخصية، صفحة غيرك مثلا فيها شباب، فيها مراهقين حتى أحيانا، فيها ناس عم بيتابعوا، قديه بتحس هاي المنصات ساعدت على انتشار الشعر والأدب والثقافة بشكل أكبر، أو العكس؟ ما بعرف وجهة نظرك أنت. هذه المنصات لها وجهان.
الوجه الأول هو وجه إتاحة الفرصة الأكبر للمتابعة ولقراءة. يعني أنا بالنسبة لي عادة كل ما أكتبه جديد يعني كنت يعني أضعه على حائط الفيسبوك، وهو متابع الصراحة بشكل كبير. مشكلتنا الرئيسة بأنه مجتمعنا مجتمع مجامل، يعني لا ينتبه أكثر إلى المضمون بقدر ما ينتبه لتفاعل مع الشخصي، إنه يريد أن يجاملك، ولذلك لا تعرف بأن المتلقي هل تلقاه عن إعجاب، عن تفهم، عن قبول واتفاق، أم أنه فقط يريد من باب المجاملة. المقابل الآخر والوجه الآخر لهذه المنصات التفاعل الاجتماعي هي أنها أصبحت فرصة لأن يكتب كل من يريد ما يشاء بغض النظر عن جودته، جودته أو رداءته. صورة الفن مظبوط، الكل صار شعراء، هي يعني عم بتشوف الكل شعراء، كل روائيين، الكل حتى الجميع ينطق بالحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقيهم كلهم أذكياء. يعني هذه إشكالية، وخصوصا أن هناك حتى في نوع من السرقات، الناس تكتب بدون أن ما فيها الملكية، من هي يعني الملكية صحيح. الفكرية. هذا يعني هو الفضاء المفتوح، هو صحيح. متاح للجميع، للغث وللسمين يعني، وعليك الانتقاء، وصاحب الذائقة يختار ما يشاء. أنا بدي أسمع كمان شيء مهندس سمير. والله أنا كتبت في الأمس عن يعني أنني سأقرأ للشهداء، وكما أنني سأقرأ للحب، وقلت بأنه لم يبق لنا في جيب الوطن سوى الحب، فسأقرأ لليلى وترمز للمرأة العربية. ليلى تصب الشوق في قلبي، ليلى تصب الشوق في قلبي فيفقد وعيه في الحال، ليلى تذوب على أصابعها حروفي ثم لا أجد السؤال، ليلى رواية كاهن تأتي إلينا من عصور السحر، ليلى ومضة في البال، ليلى تساعدني على نسيانها بالانتصاب على ميادين القصيدة مثلما التمثال، ليلى تحرضني على إدمانها بالكذب، فهي تلف لي وعدا أدخنه ويمضي كالخيال، ليلى تعذبني بأنثى لا تكرر، كم على عمري بأن يمشي بدون حضورها القتال، ليلى تفاوضني على لغتي لتأسر شاعري في قصرها السادي، ليلى لا تقول الحق في حقي وتترك حبنا في قبضة الأغلال، ليلى أحبك وليكن ما قد يكون، فكله نمش على الكتفين والحنطية القسمات تذبحني، فأعرف كيف يغدو وجه أنثى الشعر قاموسا ليختصر الجمال، ليلى تناديها على قلقامش الألواح فالآيات تخترق القرون لتلهث الخطوات خلف خرافة الأجيال. جميل. أنا للمرأة العربية أرجو أن تبقى المرأة العربية ملهمة، يعني بهالعالم اللي أصبح كمان مختلط ومختلط. المرأة العربية دائما ملهمة ودائما جميلة. عايشة هادة جميلة الحمد لله. أنا لا أشك في ذلك ولست مجاملة، المرأة العربية مرأة جميلة. نعم. أنا بس بدي منك رسالة. نحن كنا عم نحكي بجوز في حوار سابق عن مسؤولية الجميع تجاه الأجيال القادمة، سواء اللي لها علاقة بالمناهج، بالجامعات، بكل المشهد هذا، ومسؤوليتنا إحنا بجوز خلينا نقول نخبويين مثقفين تجاه هذا الجيل اللي إذا ما داروا بالهم على دار يعني تم الانتباه إلهم من النخبويين قد يضيعوا يعني وتتغير ملامح ذائقتهم. شو ممكن يتساوى بالمدرسة؟ إدخال الشعر أكثر، إدخال الموسيقى أكثر، شو ممكن ينعمل لهذا الجيل؟ يعني أنا سأعود بذاكرتي إلى عقود مضت عندما كنت طالبا في المدرسة، وكنا حتى في القرى. أنا يعني من مواليد عجلون وأكملت المدرسة في عجلون وفي قراها. نعم. للحقيقة كان هناك اهتمام كبير حتى من الأهالي بأن يكون الأبناء
من المطالعين، كان في مسابقة اسمها أوائل المطالعين، مظبوط، وهي مختصة تحديدا بالطلاب الذين يقرؤون الكتب ويطالعون الكتب، كانت مكتبات المدارس عندنا. أنا لا أقول بأن كل الطلاب كانوا كذلك، ولكن كان هناك اهتمام كبير. كانوا حتى أولياء الأمور متسامحين أكثر، يربون أبنائهم على السلم، يربون أبنائهم على الفضيلة، يربون أبنائهم على التسامح والتصالح. ولذلك لم نكن نشهد، حتى أنا يعني أنا خريج الجامعة الأردنية أيضا، لم يكن هناك والله حالة المشاجرات وهاي ما نسمع عنه ونراه الآن. للأسف أنه هناك حاجة كبيرة لإدخال الفنون تنقي نفس الإنسان، وتبعث على الهدوء، يعني وتبعث على التصالح، تأكيد، وتخفض من منسوب الغضب، من منسوب العدوانية لدى الطفل. يعني حتى 10 سنين مهندس سمير كانوا طلاب الجامعات يجتمعون لمناقشة رواية، ياريت، أو شأن سياسي، ياريت ترجع لهذه الأجواء لجامعاتنا ولمدارسنا بشكل أكبر. أنا بدي أشكرك، ياريت الوقت بسعفنا نتحدث معك أكثر. شكرا جزيلا لوجودك معنا الشاعر سمير القضاء، شكرا لوجودك معنا. الله يخليك، شكرا. وأنا يعني سعيد جدا بأن أكون مطلا على وطني الحبيب الأردن، والذي أدعو له بكل الخير والرخاء والسلم. وشكرا للتلفزيون الأردني، وشكرا لحضرتك. شكرا شاعر سمير القضاء. ومباشرة سننتقل لهذا التقرير، بتحدث عن الامتحانات. يوسف الدلوح.